أحبائي الصغار، السلام عليكم، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية، إذا من كتاب المفيد في اللغة العربية للمستوى الثالث ابتدائي. إذا أحبائي الصغار، إن شاء الله لدينا حصة جديدة ودرس جديد. لدينا حصة النص الشعري بعنوان أين عدت عقولهم. جيد، قبل ما نبدأ الحصة ديالنا ما تنساوش اللي ما مشتركش عندي اشترك، وكذلك أيضا خليوا لي جيم من هذا الفيديو هذا، على بركة الله غادي نبداو الحصة ديالنا. إذا ألاحظ وأتوقع بعد، يبدو أهل القرية في وضعيات مختلفة، أكتشف هذه الوضعيات وأعبر عنها. عندنا ثلاثة ديال الوضعيات. إذا جيد، بهذا الشكل هذا غنقولو: الوضعية الأولى تعبر عن الجفاف والقحط في القرية، الوضعية الثانية تعبر عن اجتماع أهل القرية للتشاور، الوضعية الثالثة تعبر عن فرحة أهل القرية بعودة الإخضرار للقرية. إذن هادو هما الوضعيات وما تعبر عنها. السؤال الموالي: أقارن بين العنوان والمشاهد ثم أتوقع متى أينعت حقول أهل القرية. إذا نقول انطلاقا من المشاهد والعنوان، أتوقع أن حقول أهل القرية أينعت عندما تعاونوا جميعا. جيد، أنا أقرأ هذا النص هذا الجميل. يقال كانت قرية معمورة بأهلها وبالغنى مغمورة، فنضب النبع ومات الزرع وغلب الحزن وسال الدمع، فقالت الشيوخ للشبان: الأمر سهل وهو في الإمكان، نقيم سدا فيه نحفظ المطر ومنه نروي زرعنا على قدر. فاستحسنوا مقالهم جميعا ونهضوا لشغلهم سريعا، فأينعت حقولهم بالكد وغرد الشلال فوق السد. جيد، وهو الحقيقة واحد الشعر جميل. إذا الآن نمر إلى الأسئلة المرافقة لهذا النص هذا. أدنى السؤال أول: أصغي إلى إنشاد أستاذي أو أستاذتي ثم أقرأه مع صديقاتي وأصدقائي البيت الرابع وأشرحه. إذا نرجعوا نشوفوا البيت الرابع شنو هو. 1 2 3 4: نقيم سدا فيه نحفظ المطر ومنه نروي زرعنا على قدر، بمعنى أن نقيم السد، نقوم ببناء السد اللي هو هذا. ملي كتجي الأمطار وهذوك الأمطار اللي كتسقط على الجبال ما تمشيش، يعني نجمعوها هنا في هذا السد هذا، وهكا كنسقيو بها الأراضي ديالنا ويعود الإخضرار إلى الحقول. جيد، أضع علامة في أمام الشرح المناسب للكلمة ثم أركبها في جملة مفيدة. مغمورة مشمولة أو مهجورة؟ إذن الشرح المناسب هي مشمولة. ضدها مهجورة. مشمولة فاش هذا. ثم نضب، هل سال أو جف؟ إذا هي سالة. ثم هنا لدينا النبع أو العين أو الحقل، طبعا العين. أينعت نضجت، الكد الاجتهاد، غرد يغنى. إذا غديروها في جمل أحسنتم. إذا هاد الجمل هادو غديروها في جمل: مشمولة، مغمورة، سالت، نضجت. يعني كل واحد فيكم غادي يدير جملة في هاد الكلمات هادو. ثانيا أكمل شبكة المفردات لكلمة الماء: النبع، الماء، البحيرة، البحر، الواد، النهر، البركة. البركة هادو كلو له علاقة بالماء. إذا عندنا هنا أفهم كيف كانت القرية. كانت القرية معمورة وأهلها أغنياء. كانت القرية معمورة وأهلها أغنياء. لماذا سالت
الدموع. سالت الدموع بسبب الجفاف الذي حل بالقرية. سالت الدموع بسبب الجفاف التي حل بالقرية. ما اقترح الشيوخ أو ماذا اقترح الشيوخ على الشباب أو الشبان؟ يقترح الشيوخ على الشباب بناء سد يحتفظ بماء المطر. يقترح الشيوخ على الشبان بناء سد يحتفظ بماء المطر. ما فائدة السد بالنسبة للقرية؟ فائدة السد أنه يحتفظ بالأمطار وبالتالي سقي الأراضي باستمرار. فائدة السد أنه يحتفظ بالأمطار وبالتالي سقي الأراضي باستمرار. جيد. إذن أضع علامة في قبل أسباب نجاح أهل القرية في التغلب على مشكلتهم وأستشهد من النص. هنا التشاور، التعاون، هي هذه. عندنا هنا فقرة الشيوخ والشبان، عندنا هنا تشاور، نقيم سدا فيه نحفظ المطر، هذا التشاور والتعاون، ونهضوا لشغلهم سريعا. جيد. جميل. إذا هنا وقارنوا بين نهاية الجزء الأول والجزء الثاني من كل بيت واكتشفوا الحرف الذي ينتهي به كل شطر. نرجعوا لهذا. إذا هنا ده هو آخر حرف تقريبا، فهو نفس الحرف، يعني في كل شطر، في كل بيت فيه شطر، شطرين. هذا هو البيت، هذا هو الشطر الأول وهذا هو الشطر الثاني. إذا فالشطرين ينتهيان بنفس الحرف. مطر، قدر. جميعا سريعا. بالكد، بالسد. معمورة، مغمورة. الزرع، الدمع. الشبان، الإمكان. يعني نفس الحرف ينتهي به الشطرين. جيد. شوفوا الآن السؤال الموالي. سؤال يقول: قال الشاعر غرد الشلال، بماذا شبه الشلال ولماذا؟ إذن شبه هنا الجزء الأول والثاني من كل بيت ينتهي بنفس الحرف، هذا هو الجواب. ثم هنا شبه الشاعر الشلال بالعصفور الذي يغرد، لأن العصفور إذا غرد أطرب الأذن وفرح الشخص بذلك. كذلك الشلال إذا أعطى الماء فرح أهل القرية. إذن هذا هو السبب على شبه لنا الشاعر الشلال بالعصفور. إذن أحسنتم. هنا أنتج أجعل البيت التالي على لسان المتكلم أو المتكلمة بمعنى أنا. نقيم سدا فيه نحفظ المطر ومنه نروي زرعنا على قدر. أقيم سدا فيه أحفظ المطر ومنه أروي زرعنا على قدر، أو زرعي على قدر. إذا بهذا الشكل هذا، يعني غتحول هذا البيت لهذا، هذا نحن غتحولوه لأنا بحال إلا كتهضر أنت. جيد جدا، أحسنتم أحبائي الصغار. بكا كنكونوا سالينا الحصة ديال اليوم. نتلقاو إن شاء الله في الحصة المجيدة. دمتم في عائلة وإلى اللقاء.